مستمرين معاك من جديد كابتن ايمن شوقي، طبعا برحب بيك وبكابتننا الكبار وبكل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم في توقيت مهم جدا لفريق النادي الاهلي، بنقابل فريق غايه في الصعوبه، فريق ميلودي سان داونز، لكن زي ما قلنا اكتر من مره بشخصيه النادي الاهلي وبالجديه وبالاصرار والتحضير الجيد جدا من الجهاز الفني قدرنا نتخطى هذه المباراه. كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، ببارك لك كابتن سامي. سجلنا مع بعض وقلنا الاداء مميز جدا في التدريبات، واضح الجديه وحماس لعيبه النادي الاهلي، وكمان القراءه الفنيه كانت ممتازه من الجهاز الفني بالكامل. شايف الجيم النهارده ازاي، وحابب تقول ايه لكل اللعيبه الرجاله اللي ادت مباراه اكتر من رائعه؟ طبعا تحية كابتن ايمن وضيوفه، طبعا زي ما انت قلت بشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت والتركيز دوت والتصميم اللي هم عاوزين يعملوا حاجه لناديهم ونفسهم. مباراه زي ما انت شفتها صعبه جدا، بتلعب فرقه مميزه جدا خصوصا على ارضها، عندهم حلول فرديه كويس، بيقدروا يلعبوا في بيت المساحات كويس، الهاف سبيس بيلعبوا فيها كويس جدا، يعني فرقه كوره كويسه محترمه. اعتقد الحمد لله الراجل اشتغل كويس وحاول ان احنا نضيقنا المسافات المساحات باللعيبه، واعتقد الحمد لله اللعيبه كانت على قد المسؤوليه وكانت في الموعد الحمد لله. وعندنا بقى فصلنا زي ما انت شفت، نكلم الراجل بعد المباراه على طول، الكابتن سيد والكابتن خطيب نفس القصه، عندنا بطوله مهمه جدا كمان 5 ايام، مهمه جدا ان انت تفصل. الحمد لله حققنا الهدف وده كان مهم جدا بالنسبه لنا، لكن عندنا هدف اكبر بقى وبطوله غايبه عننا من فتره كبيره. اتمنى ان شاء الله اللعيبه تستعد كويس وان شاء الله ربنا يكتب لنا فيها التوفيق ان شاء الله. كمان النقط المهمه جدا النهارده شفنا روح كبيره جدا، شفنا ايمن اشرف، رغم يمكن ايمن اشرف برضو مجهد بشكل كبير بدري بانه النهارده بيأدي اداء رائع. رامي ربيعه كمان يمكن الناس استغربت يا كابتن سامي من رامي ربيعه مكانه هيبقى ايه، قفشه مكانه هيبقى ايه، ده واضح ان كان في قراءه مميزه جدا لبيتسو سماني والكابتن سامي وكل الجهاز الفني، لان القراءه دي فرقت معانا بشكل كبير الشوط الاولاني والشوط الثاني كمان. ما تنساش برضو ان ده ان دي فرقه الراجل، يعني الراجل عارفها كويس وعارف امكانياتها وقدراتها وازاي تلعبها. ممكن الراجل اتكلم في النقطه دي اللي هو بقى له 8 سنين مع الفرقه، فعارف كل صغيره وكبيره في الفرقه، نقاط القوه بتاعتهم، نقاط الضعف بتاعتهم، ايه اللي بيضايقهم، ايه الحاجات اللي مميزين فيها. الحاجات الكتيره دي الراجل اشتغل عليها كويس، واعتقد الحمد لله قدر اختيارات لعيبه كويسه. زي ما انت قلت اللعيبه ادت اداء مميز جدا وروح قتاليه عاليه جدا جدا جدا، انت تدل على شخصيه لعيبه النادي الاهلي وان هم لعيبه قد ايه بتحمل المسؤوليه. فاعتقد الحمد لله نتيجه مرضيه كبيره لينا، والحمد لله اعتقد لو نجاح برضو للراجل اللي هو يوصل للمباراه ديت بنتيجه الحمد لله ايجابيه لينا، فاعتقد الحمد لله تحسب ليه. طبعا مش هنفكر في افريقيا على قد ما نفكر في السوبر اكيد يا كابتن سامي. طبعا بالتاكيد تحضير للمباراه هيبقى ازاي، الامور هتبقى ازاي، عارف ان احنا خلاص بكره هنمشي مباشره على قطر هنخش الفقاعه، يعني الامور هتبقى ازاي بقى بالنسبه للسوبر افريقيا؟ وده قدر لعيبه النادي الاهلي دايما يعني، وده اللي اللعيبه دايما بتفكر. حتى والله احنا قبل ما الراجل يتكلم عشان اتكلم مع اللعيبه والناس الكبيره سعد وكابتن وليد سليمان وايمن، الناس الكبيره والسلاي، الناس الكبيره الموجوده في الفرقه، اتكلموا ان احنا لازم نفصل. مهم الحمد لله فرحنا شويه في الاوضه، لكن عندنا تحدي اكبر بالنسبه لنا يعني، وبطوله كبيره غايبه عننا بقى لها فتره كبيره جدا يعني. فاعتقد الحمد لله اللعيبه مستوعبه قد ايه المسؤوليه، مستوعبه قد ايه ثقه جماهير النادي الاهلي فيهم. النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي يعني بيتمنوا دايما بطولات، ومحتاجين دايما بطولات، ومحتاجين دايما كل مباراه يكسبها، وده اللعيبه مستوعبه جدا يعني وبيحاولوا يسعوا ليه. ولكن في الاول والاخر طبعا انت بتقدر تعمل اللي عليك. احنا اتكلمنا قبل المباراه واتكلمنا ان التوفيق ده ليه عوامله، يعني عوامله ان انت بتقدر تشتغل على كل الاسباب اللي موجوده، تاخد بكل الاسباب المتاحه، فاعتقد التوفيق الطبيعي هيجي لك يعني. الحمد لله ده اللي ناس كتيره قوي بتحاول تقلل من جهد وتعب اللعيبه والجهاز الفني. اعتقد يعني التوفيق ما بيجيش الا لاهله يعني، اعتقد الراجل شغال شغل كويس جدا في كل التحديات، كل التحديات اللي بنمر بيها الراجل بيقدر يتجاوزها بشكل كويس جدا. الراجل دايما بيقول محتاج دعمكم، واحنا دايما بنقول كده، ودايما بنناشد جمهور النادي الاهلي، وطبعا كابتن ايمن وضيوفه طبعا اكتر ناس بتدعمنا واكتر ناس واقفين في ظهرنا، لان ده طبعا ده عشمنا فيهم كلنا. واي حد بينتمي للنادي الاهلي دايما اللي هو بيبقى في ظهر النادي وفي ظهر الجهاز وفي ظهر اللعيبه محتاجين ده جدا. اوقات كتيره بيبقى في صعوبات كتيره جدا علينا، ضغط المباريات والاصابات، ورغم كل ده الحمد لله اللعيبه بتحقق اداء كويس، بتحقق نتائج كويسه، وبتحقق الحمد لله بطولات كبيره من السنه اللي فاتت لحد دلوقتي. فاللعيبه دي اعتقد اللي ليها كل الشكر، والجهاز ده برضو الراجل بيتعرض برضو لضغوط كبيره جدا جدا يعني. يمكن يعني انا شايف اللي هي غير مبرره يعني، حتى الراجل بيتعرض من هناك ومن هنا. يمكن شفت انت ايه اللي حصل قبل المباراه، حاجات كتيره الناس ما تكونش شايفينها، ناس تجاوزات غريبه جدا للراجل. ماشي ده طبيعي اللي انت بتلعب خصم، انما لما تكون في بلدك وبتنتمي لنادي كبير زي النادي الاهلي والناس بتنتقدك في كل الامور اللي انت بتشتغلها.
بس لا قدر الله حصل حاجه اخفاق، لو ان الحمد لله ما حصلش اخفاق كبير جدا يدعو للقلق يعني، لكن اعتقد الحمد لله الراجل ماشي بشكل كويس. احنا كان عندنا صعوبات كتيره الفتره اللي فاتت اقدر اتكلم عليها دلوقتي، اصابات لعيبه مؤثره جدا في شكل الاداء والشكل الجمالي اللي جمهورنا ده قال بيتمناه. النهارده لما تكمل ويرجع علي معلول ويرجع حمدي فتحي وجونيور يرجع بحاله بدنيه كويسه، وكل الناس اللي غايبه عننا دي ترجع بتدينا قوه بتدينا شكل اداء كويس، خصوصا ان الراجل عاوز يعمل حاجه كويسه للنادي. الراجل بقاله 8 شهور موجود لسه في مصر، يعني صعبه جدا 8 شهور لو حسبت كميه المباريات اللي فيها، كميه البطولات، كميه الضغوطات، كميه الاصابات اللي انت بتمر بيها، فاعتقد ان مفيش حد يقدر يستحمل ده. فكل اللي طالبينه، والراجل دايما بيتكلم في النقطه دي، لازم نصبر شويه. انا عارف ممكن الاداء مش بالشكل اللي النادي الاهلي متعود عليه، او اسلوب اللعب ممكن يكون مش مرضي شويه لجمهور النادي الاهلي، لكن انت مهم جدا برضو ان انت تعمل اداء كويس، ان انت تعمل نتائج مميزه، وده الاهم في ظل الضغط ده، لانك انت لما دايما بتصلح اخطائك مع مكسب اعتقد بتبقى افضل يعني. ولينا المثل في كل الفرق اللي موجوده في كل العالم، كل العالم النهارده ممكن ريال مدريد يخرج من الموسم صفر، النهارده باريس سان جيرمان نفس القصه صفر، ليفربول نفس القصه ممكن ما يشاركش في بطوله اوروبا، فرق كتيره جدا جدا وامثله كتيره جدا ما قدرتش تستحمل الضغوطات ديت يعني. فالحمد لله ده بيدل النادي الاهلي نادي كبير، منظومه كبيره جدا، ان بالرغم كل العوائق ديت واللي انت الحمد لله بفضل ربنا اللي انت بتحاول تحقق نجاحات وانتصارات بطولات، اعتقد الحاجه دي جديره اللي انت تدعم، هي ده اللي مطلوبه، وده دايما الراجل بيتكلم عليه. ان شاء الله باذن الله بطولات، مزيد من بطولات الفتره الجايه، مزيد ان شاء الله من انتصارات للنادي الاهلي الفتره الجايه، مزيد بقى من الدعم الجمهور النادي الاهلي للعيبه قبل الجهاز يعني الجهاز ما فيش ده طبيعي يقدر يستحمل الضغوط دي، انما اللعيبه برضو بتتعرض لضغوط رهيبه جدا جدا يعني، عشان هم شخصيه قويه وشخصيه قد ايه عارفه مسؤوليه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بتقدر تتجاوز الموضوع ده، فما بالك بقى لما الدعم ده يجي لهم بقى مع الانتصارات الحمد لله. فاعتقد الحمد لله تبقى ميزه كبيره لينا، وده عشاننا دايما في جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دايما بيقف في فرقته في كل المواقف، اوقات كتيره ممكن يبقى رد فعل قوي شويه، لكن على قد رد الفعل ده اعتقد ان الدعم هيبقى اقوى واقوى. مستنيين دعمكم ان شاء الله، مزيد من البطولات ومزيد من التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. عندنا بطوله ان شاء الله نهداها لكم ان شاء الله كمان 5 ايام، ان شاء الله تبقى اعتقد اكبر رد من اللعيبه ليكم اللي تعبكم ووقفكم ظهرنا. ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، فرحه كبيره وفرحه مهمه جدا وتصريحات مهمه من الكابتن سامي قمصان، لكن في هذه اللحظات عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي.